تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. خلينا عندك مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم مستمعين الأعزاء مليء بالنشاط إن شاء الله والطاقة الإيجابية. دائما مستمعين الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل المبدع معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق أستاذ أيمن سرحيل. صباح الخير جميعا، وأيضا ويانا اليوم الدكتورة هند العوضي. صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير عبد الله، وصباح الخير لجميع المستمعين، وصباح الخير لمخرجنا المتألق. نعم، وأيضا مستمعين الأعزاء أرحب بتواصلكم خلال البرنامج على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ودائما مثل ما عودناكم بأن أول فقرة من فقرات برنامجنا هي فقرة الأخبار العالمية والمحلية. اليوم عندنا خبر تحت عنوان ممارسة الرياضة ساعة في الأسبوع تحمي 2.2 ساعتين ونص ساعة في الأسبوع تحمي من الصداع. وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها، دائما مع هاي المستجدات بتكون معنا إن شاء الله الزميلة أسماء الجناحي. أما فقرات ومستجدات كوفيد-19 اليوم وتحت عنوان رحلة المصاب بكوفيد-19 وموضوع العزل المنزلي، بيكون أيضا معنا عبر الهاتف الأستاذ صلاح بحري مسؤول عمليات الكوفيد-19 في هيئة الصحة بدبي. وآخر فقرة من فقراتنا اليوم أيضا عن دليل المخالطين وإجراءات الوقاية، وبتكون معنا الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة اليوم يوم طويل وياك إن شاء الله، اليوم مخصصين هالي كوفيد يعني. نعم. فاللي عنده أي استفسار عن كوفيد، يبي شرح عن شيء معين يتواصل معنا. نعم، ناخذ الخبر دكتورة عيل. الخبر يقول أن توصلت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونص في الأسبوع من الممكن أن تقلل من خطر الإصابة بالصداع النصفي. وطبعا الباحثين في عيادة الصداع بجامعة واشنطن نظروا في مقدار التمارين اللي ممكن يمارسها المرضى المصابين بالصداع النصفي أسبوعيا، ووجدوا أن ممارسة أكثر من ساعتين ونص وهو الحد الأدنى المصاب به من منظمة الصحة العالمية، اللي يمارس ساعتين ونص وأكثر يقلل من مسببات الصداع النصفي مثل القلق والنوم السيء. وقال مؤلف الدراسة الدكتور ميسن دايس من جامعة واشنطن إن الصداع النصفي هي حالة تؤدي إلى الإعاقة وتؤثر على ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن التمارين المنتظمة قد تكون وسيلة فعالة لتقليل تكرارها وشدتها. وطبعا الدكتور يعني لخص لنا أن ثلاثة أسباب أو محفزات للصداع النصفي اللي هي الاكتئاب والقلق. صحيح. ومشاكل والنوم في النوم. وشملت الدراسة 4647 شخص تم تشخيصهم جميعا بإصابتهم بالصداع النصفي بمستويات مختلفة من الشدة. صحيح. يعني اختصار الدراسة، ما زال يعني ممارسة الرياضة أيضا سوف تقيك من الصداع النصفي غير أنها بتقيك من أشياء كثيرة. صحيح. وأيضا هاي دكتورة يعني الساعتين ونص، ترى أتوقع أن الواحد ممكن أن يمارس أي نوع من أنواع الرياضة الحركة الجسدية، ومن خلال الدراسة أيضا أنها بتفيد في يعني تقليل خطر الإصابة بالصداع النصفي. جدا ممكن، ساعتين ونص جدا ممكنة في الأسبوع. صحيح. ننتقل دكتور عيال إلى فقرتنا الثانية، فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير.
صبحكم الله بالنور سرور عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة مرق بيت. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية. وشو بتعطينا اليوم من مستجدات؟ أمس كنا حاطين نشرة خاصة حول كيفية أخذ المواعيد الخاصة بتطعيم COVID-19 في هيئة الصحة بدبي. هي هناك طريقتين، إما عن طريق تطبيق هيئة الصحة واللي هي موجودة باسم DHA في الأب ستور والأندرويد، أو من خلال مركز الاتصال اللي هو 800-342. الطريقة جدا سهلة، سواء كانت من خلال التطبيق أو من خلال مركز الاتصال. كل اللي عليهم مثلا لخدمة التطبيق أن اختيار حد موعد تطعيم كوفيد، المتابعة التقييم الأولي، يجاوبون على الأسئلة، بعدين يختارون الموقع، يختارون الوقت المناسب وتأكيد الحجز. بالنسبة للخيارات الموجودة من خلال مركز الاتصال هو الاتصال والاستماع إلى التسجيل الصوتي الموجود، بعدين اختيار لقاح كوفيد، بعدين اختيار مواعيد لقاح كوفيد ويستمع للخيارات. نحن مثل ما تعرفون عندنا ثلاث أنواع من التطعيم اللي هو فايزر بيونتك، أكسفورد زينيكا، وسينوفارم. يختار بعد اختيار نوع اللقاح المرغوب، يقوم بتأكيد الحجز. نأكد أن جميع المراكز التابعة لهيئة الصحة بدبي تعمل بنظام المواعيد المسبقة وفي كل المراكز، فما في مركز ووكن. أيضا من ضمن الأشياء اللي المهمة اللي نأكد عليها الوقت بين الجرعتين اللي كنت تطعيم. فايزر بيونتك الفرق بينهم بين الجرعة الأولى والثانية 21 يوم، أكسفورد أسترازينيكا جرعتين يفصل بينهم 10 أسابيع، وسينوفارم جرعتين يفصل بينهم 21 يوم إلى 28 يوم. نأكد أن أيضا أخذ التطعيم لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، والدكتورة هاد موجودة وياكم اليوم تقدر أيضا تشرح عن هذا الموضوع. لا يعني عدم الالتزام، مهم جدا أن نحن نلتزم بالإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين. وصراحة غسل اليدين مفروض يكون يعني عادة إيجابية مستمرة، مو بس عشان فيروس كورونا. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى من الجميع الصحة والسلامة، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة. شكرا لشخصي أسماء الجناحي على هالمستجدات. دكتورة عندك أي تعليق قبل لا نطلع الفاصل، أو نذكر بخصوص مراكز فحص كوفيد 19 تابعة لهيئة الصحة بدبي؟ اسمع، ذكرت طريقة أخذ اللقاحات هذه، كل المواعيد هذه لازم تأخذ سابقا. احنا ما عندنا طريقة الوك إن تدخل وتحصل على اللقاح. احنا نحاول ننظم قدر المستطاع آلية الإجراءات حصولك على هذا اللقاح. يمكن أنتوا تستصعبونها، لكن هي في النهاية هذه الطريقة الأفضل، وأنتوا بتلاحظون يوم بتوصلون للمراكز كيف الموضوع يكون سلس وسهل عليكم. وبعد ذكرت أن الفترة الزمنية في الجرعات ما بين اللقاحات هذه وايد مهمة، أنك أنت تلتزم في هاي المواعيد. كل لقاح، ليش الأيام شوي تختلف عن الثانية؟ لأن كل لقاح لها آلية عمل مختلفة عن الأخرى، وإحنا كلنا نعرف أن هي عبارة عن سلسلة من التفاعلات المناعية، وكل آلية تختلف عن الثانية. فضروري جدا أنك تلتزم في اليوم اللي حددوا لك عشان تحصل على جرعتك الثانية، عشان تكمل السلسلة هذه، ونوصل في الختام أنك أنت تحصل على المناعة اللي المفروض تحصل عليها. صحيح. شكرا دكتورة. وما زلنا يعني ما زال عندنا أتوقع دقيقة واحدة ممكن نذكر مستمعينا الأعزاء على مراكز فحص كوفيد 19 التابعة لهيئة الصحة بدبي. ومثل ما ذكرنا دائما مستمعينا الأعزاء بأن جميع المراكز الخاصة بلقاح يعني ثلاث لقاحات تحتاج إلى مواعيد مسبقة. مراكز الرعاية الصحية الأولية هي مركز ندى الحمر الصحي، ومركز المنخول الصحي، ومركز الطوار الصحي، ومركز ند الشبا الصحي، وأخيرا مركز الإسيلي الصحي. أما بخصوص موضوع أيضا عندنا مجلس الراشدية ومجلس ميناء جميرة ونادي النصر الرياضي. أما مراكز الفحص اللي دون موعد مسبق وهي منصات فحص كوفيد 19 مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة.
نطلع فاصل مستمعينا الأعزاء، وبعد الفاصل اليوم عندنا موضوع تحت عنوان رحلة المصاب بكوفيد 19، العزل المنزلي، وكثير من التفاصيل. بيكون معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذ صلاح بحري، مسؤول عمليات كوفيد 19 في هيئة الصحة بدبي، وبإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فاصل وراجعين. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعينا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ودائما مستمعين الأعزاء، هيئة الصحة بدبي وبضمن جهودها المستمرة على تقديم خدمات متميزة وسهلة وميسرة للمرضى بشكل عام ومرضى كوفيد 19 بشكل خاص، حيث وضعت هيئة الصحة بدبي دليلا إرشاديا يتضمن رحلة المصاب وكيفية التصرف في مختلف الحالات والظروف التي قد يتعرض لها. حول هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء يشرفنا اليوم يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ صلاح بحري، مسؤول عمليات كوفيد 19 في هيئة الصحة بدبي. أستاذ صلاح، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالنور والسرور يا أخوي. الله يحييك أستاذ صلاح. طبعا نحن شاكرين يعني وقتك وشاكرين يعني وجودك معنا اليوم في برنامج الصحة وسعادة. دكتور أستاذ صلاح، في البداية حابين يعني نعرف في المراحل اللي يمر بها الشخص المصاب منذ بداية الحصول على نتيجة فحص كوفيد 19، يعني تكون نتيجته إيجابية، شو المراحل اللي يمر فيها؟ نعم يا أخوي، طبعا المصاب من يستلم نتيجته يستلم رسالة نصية يوضح أن نتيجته إيجابية، وفيها رابط تحميل التطبيق الخاص بكوفيد 19، ومباشرة يطلب منه أنه يعزل نفسه في غرفة منفصلة وبحمام منفصل، ودائما إذا احتاج أي دعم خلال فترة العزل يتم توفير الإرشادات والدعم اللازم من خلال التطبيق المخصص للمصابين كوفيد. هذه كمرحلة أولى وأساسية. بعد ما يستلم الرسالة النصية بالنتيجة يوصل الرسالة النصية الثانية، هو التقييم الذاتي لحالة المصاب من ناحية الحالة الصحية ومن ناحية احتياجه لعزل المؤسسي. صحيح. بهذه الطريقة نحن نحدد أولوية الاستجابة والوصول مباشرة للمصاب، وما نتأخر بالنسبة للمصابين في حاجة لتقييم طبي مباشرة أو عزل مؤسسي يتم توفيره من خلالنا من هيئة الصحة. من يعبي طبعا في أسئلة محددة نسألها نحن من خلال التقييم الذاتي بخصوص الأمراض إذا كان في حال وجودها أو الأعراض اللي يعاني منها المصاب حاليا أو حاجته إلى عزل مؤسسي، وبناء عليه يتم تحديد أولوية الاستجابة من عندنا نحن بحيث أن نركز على هذه الفئات كفئات ذات أولوية، وبعدها يتم التواصل طبعا مع بقية المصابين. صحيح. وفي حال وجود الشخص في العزل المنزلي والحاجة مثلا إذا تقييم طبي نتيجة مثلا تزايد الأعراض عليه، يتم التواصل مع 8342 اللي هو 800 DHM وحجز موعد للتقييم الطبي في أحد مراكزنا المتواجدة سواء كانت عيادة الخوانيج أو عيادة البدع أو عيادة البرشة، وبناء عليه يتم تقييم حالة المرضية وتقييم الأعراض والحاجة إلى تحويل للمستشفى، وتم اتخاذ اللازم من قبلنا نحن كمركز إدارة حالات كوفيد 19. أستاذ نعم. صلاح، لو تحدثنا شوي عن أهمية تحميل تطبيق كوفيد 19، يمكن البعض يتساهل في هذا الموضوع، فلو توضح لهم شو هي الأهمية أنهم يبادرون ويحملون هذا التطبيق. نعم طبعا التطبيق جدا مهم في هذه المرحلة، بحيث أن في حال الحاجة لأي دعم من
الأطباء اللي موجودين في هيئة الصحة أو الحاجة إلى إرشادات خلال هذه الفترة، فيتم تقديم الدعم اللازم من قبل الموظفين المختصين وتوجيه المصاب لأي إجراء يتعين عليه اتخاذه، سواء في حال زيادة الأعراض أو في حالة وجود استفسارات عامة عن المرض أو كيفية التعامل مع الأعراض. وشو عن الرسالة النصية اللي أنت تكلمت عنها قبل، الرسالة النصية التقييمية اللي توصل للشخص المريض، شو هي هاي أهمية هذه الرسالة اللي توصلهم؟ لأن يعني صراحة يوم توصلهم المسجات الكثير يتجاهلها، وبعدين يقول والله أنتوا ما سويتوا لنا شيء، ما عرفنا إحنا، فشو هي أهمية أنهم يقرون الرسالة اللي تبعثوا لنا إياها؟ طبعا الرساله هذه جدا مهمه، حتى بنحدد اولويه الاستجابه من عندنا نحن، ونتواصل مع المريض مباشره من ناحيه اذا كان المريض من ذوي الامراض المزمنه او الاعراض المرض زايده عليه، فمباشره هذا نحطه في البرايورتي ليست مباشره، بحيث انه نتواصل وياه خلينا نقول في نفس اليوم من يعبي التقييم الذاتي، وناخذ الإجراء اللازم من ناحية تحويله للمراكز التقييم مباشرة أو حتى تحويله للمستشفيات مباشرة، ونفس الإجراء يتطبق على الأشخاص اللي محتاجين لعزل مؤسسي. فور تحديد أنه بحاجة إلى عزل مؤسسي نتواصل وياه مباشرة وناخذ الإجراءات اللازمة من عندنا نحن. طبعا يتوفر عندنا عزل مؤسسي فندقي وعليه رسوم، هذا عندنا فندقين مخصصين للعزل، وعندنا عزل مؤسسي للحالات الإنسانية اللي ما يستطيعون انهم يعزلون انفسهم في البيوت، وفي نفس الوقت حالتهم صعب انهم يتوجهون للعزل الفندقي. وشو هي مدة العزل الصحي اللي لازم الشخص يكملها؟ مدة العزل الإلزامية هي 10 أيام من تاريخ الفحص، ونتأكد أنه بنهاية العشرة أيام خصوصا آخر 3 أيام أنه ما تكون فيه عليه أعراض أو تحسنت الأعراض اللي كانت موجودة عليه، وشرط أساسي أنه ما تكون عليه حمى لمدة 3 أيام متتالية. وإذا كانت عنده حمى لثلاث أيام معناته شو الحمى؟ إذا الحمى بعدها مستمرة نفس الشيء، يتواصل مع 800-342 ويحجز موعد التقييم الطبي بحيث يتم تقييمه من قبل الطبيب في مراكز التقييم عندنا. فها معناته مدة عزلة شوي بتزيد عن 10 أيام. نعم نعم نعم، في حالات معينة عند اللي استمرت الأعراض واستمرت الحمى يتم زيادة مدة العزل ل 12 يوم أو 14 يوم أو حسب ما يتم تحديده من الطبيب. يعني هذه النقطة أنا بالنسبة لي وايد مهمة، لأن الكثير يتحرى أن عقب 10 أيام خلاص يعني يقدر ينهي عزلة بمزاجه ويطلع، يعني لا، إذا أنت ما زالت عندك أعراض لازم تتواصل مع رقم الاتصال الموحد ويقيمون حالتك من أول جديد، وفي احتمالية أن مدة عزلك شوي تزيد عن 10 أيام. نعم نعم صحيح، والأساس على إنهاء العزل هو عدم وجود أعراض وعدم وجود حمى، فهذا الأساس لإنهاء مدة العزل خلال 10 أيام أو بعد 10 أيام. طيب أستاذ صلاح، إذا ظهرت أعراض في فترة العزل الصحي شو المطلوب من الشخص إنه يسويه؟ نعم، إذا ظهرت أعراض واحتاج الشخص إلى تقييم طبي في مراكز التقييم يتواصل على 800-342 ويتم حجز موعد له مباشرة، يتوجه لمراكز التقييم اللي محددينها في عيادة الفوانيس أو عيادة البدع أو عيادة البرشم، ويتم إجراء الفحوصات اللازمة من فحوصات أشعة أو فحوصات دم وتقييم من الطبيب وتحديد الحاجة إلى الإدخال للمستشفى أو استمرار العزل المنزلي. طبعا سبب ذكرنا لذكرك لهالـ3 عيادات لأن هاي الثلاث عيادات مخصصة فقط لمرضى كوفيد ومتابعة حالتهم ومستجدات حالتهم، فهاي العيادات اللي أنت ذكرتها كذا مرة هاي مخصصة لهذه الحالات فقط. هي نعم صحيح، هذه العيادات مخصصة فقط لمصابين كوفيد. بالضبط. شو هي أهم الشروط إذا أنا بأعزل في نفسي في المنزل؟ شو هي الشروط اللي لازم تتوافر عندي عشان أنا أقدر أعزل نفسي في البيت؟ أهم الشروط اللي متوفرة عند الشخص إن يكون عنده غرفة منفصلة بحمام منفصل، بحيث إن يكون معزول عن بقية أفراد الأسرة في البيت وما يكون في أي اختلاط معهم للمدة المحددة للعزل، سواء كانت 10 أيام أو إذا استمرت الأعراض لمدة أطول، لكن هي 10 أيام هي المدة الأساسية للعزل. وشو عن العزل المؤسسي؟ انت ذكرت انه مثلا شوي ذكرت عنها، بس لو تعيد العزل المؤسسي هل هو مجاني غير مجاني؟ متى يكون مجاني استاذ صلاح؟
نعم، العزل المؤسسي طبعا برسوم هو غير مجاني، توفر عنا عزل فندقي، لكن بالنسبة للحالات الاستثنائية والإنسانية يتم توفير العزل المؤسسي عندنا مجانا. طيب هذا السؤال الكثير يسأل عنه، عن شهادة إنهاء العزل الصحي، هذا الكثير يسأل عنه، شو سالفته، من وين ناخذه، شو آلية حصولنا عليه. وأيضا أستاذ صلاح، يعني كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع، يعني أن أنا يعني أمس كلمتني وحدة وتقول أن أثناء في بعض الأماكن ما يقبلون، يعني أن الشخص ممكن يشوف شهادة العزل أو شهادة الإخلاء هاي أو خلوه من العزل عن طريق الواتساب، يحتاجون يعني هارد كوبي، رسالة يعني أنه يكون عنده. فهل أنتوا فقط يعني مكتفين بالشهادة يعني الإلكترونية، ولا أن في ممكن يحصلون على شهادة ورقية حول هالموضوع؟ تمام، بالنسبة لشهادة العزل طبعا يتم إصدارها للمصابين المتواجدين في العزل المنزلي، أما بالنسبة للمصابين المتواجدين في المستشفيات أو في مباني العزل يتم إصدار تقرير طبي بحالتهم فور الانتهاء من فترة العزل. استلام الشهادة يكون عن طريق رابط يتم إرساله للمصابين أو حتى عن طريق موقع هيئة الصحة، يدخل رقم الهوية أو رقم الملف الطبي أو رقم جواز السفر ويطلب التقرير مباشرة. أما بالنسبة ل خلينا نقول طباعة الرسالة، فالشهادة هذه فيها توثيق إلكتروني، فممكن يرجع للموقع الإلكتروني ويبين فيه التوثيق الإلكتروني، فممكن بنفسه يطبعه، وأي جهة محتاجة توثيق ففي الأونلاين فيريفيكيشن عليه ممكن يتأكدون من الشهادة هذه. صحيح. أستاذ صلاح، في الكثير يسأل إن إحنا أصبنا بكوفيد وما حد اتصل فينا، شو ردك على الاستفسارات هذه اللي تينا؟ طبعا سرعة الاستجابة عندنا إن إحنا يرجع لدقة المعلومات اللي انعطت وقت أخذ العينة، فنحن طبعا نحاول نتواصل مع جميع المصابين وعندنا مؤشرات أداء عليها، لكن في بعض التحديات الموجودة إن المصاب يمكن ما يرد علينا نحن، فنحاول نتواصل إياه مرة ثانية، أو إن المعلومات المدخلة عند أخذ العينة هي أرقام مثلا نقول مش محدثة أو أي نعم أو أرقام قديمة بالضبط، فتكون الإشكالية فهي دائما، فنطلب من الأشخاص عند أخذ العينة أن يتأكدون من البيانات الموجودة في النظام تكون بيانات دقيقة، والأرقام أرقام الهواتف الموجودة أرقام محدثة، بحيث هذا يسهل علينا نحن سرعة الاستجابة والتواصل معها. احنا في هيئة الصحة دائما نحرص ان نوفر الخدمة للجميع، فيعني كونوا على ثقة ان كل المصابين بكورونا هيئة الصحة تقوم بمحاولة الاتصال فيهم، لكن مثل ما قلت استاذ صلاح، في بعض الاوقات تكون المعلومات المتوفرة لنا غير صحيحة وغير دقيقة ايضا. نعم، وهني بعد أزيد أنا حتى التطبيق نفسه مهم جدا بخصوص الأشخاص اللي ما تواصلنا وياه مباشرة، إن ممكن يطلبون الدعم المحتاجين عن طريق التطبيق، والموظفين المعينين والأطباء بيردون عليهم إن شاء الله وبيوفرون لهم كل الدعم المحتاجينه. هل في نصيحة أخيرة أستاذ صلاح بتضيفها على الكلام اللي قلناه اليوم؟ نصيحتي دائما الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالعزل المنزلي، وفي حالة وجود أي أعراض تتراوح فوق البسيطة للمتوسطة، حجز موعد التقييم الطبي وعدم التهاون في هذه الإجراءات والتواصل معنا في حالة وجود أو الحاجة لأي دعم. نعم أستاذ صلاح، شكرا لك. أستاذ صلاح بحري، مسؤول عمليات كوفيد 19 بهيئة الصحة بدبي، شكرا لجهودكم الحقيقة الكبيرة خلال المرحلة، أنت وفريق العمل المبدع معك، وإن شاء الله يعني أكيد بنحتاج إلى فقرات ثانية مستقبلا للحديث عن المواضيع الخاصة بكوفيد 19. كل الشكر والتقدير لك أستاذي. عفوا أخوي، ونتمنى سلامة الجميع بإذن الله. الله يسلم، شكرا. ومستمعين الأعزاء، بنطلع معاكم فاصل، وبعد الفاصل بنكمل، ودكتورة هند العوضي بتكون موجودة معنا، وموضوعنا بيكون عن دليل المخالطين وإجراءات الوقاية. خلكم يعني فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامجكم الاذاعي اليومي صحه وسعاده اللي تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اثير اذاعه نور دبي. نرحب بتواصلكم معنا على الارقام 600551414 وعلى الرسائل النصيه القصيره 4006. وايضا الدكتوره هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئه الصحه بدبي، يا مرحبا بك معانا، ونكمل إن شاء الله حديثنا عن موضوع اليوم، طبعا عن رحلة المصاب بكوفيد 19 كان مع الأستاذ صلاح، والحين عن دليل المخالطين وإجراءات الوقاية. دكتورة، قبل أن ندخل في موضوعنا ناخذ بعض الرسائل النصية اللي وصلتنا. عندنا استفسار من صاحب الرقم 8828 عن فائدة التطعيم إذا ما يمنع من الإصابة بكورونا، وأيضا تقول أو يقول أنه يرفع، مثل ما أنتم تقولون أنه يرفع المناعة، وتقول أيضا في ناس أخذت اللقاح ولكن انصابوا دكتورة بكورونا وتضاعفت حالاتهم، والحين أيضا يقولون بأن انتشر أكثر عن قبل التطعيم والوفيات تضاعفت، فتبغي حد يفهمها اللي صاحبة الرسالة أم محمد. عشان أوضح لها بطريقة مبسطة لأم محمد أن اللقاح أثبت فعاليته، واللقاح جدا فعال، وإن إحنا نربط إن إحنا أخذنا اللقاح وأصبنا بكورونا هذه شوية معلومة شوية مغلوطة. ليش؟ على سبيل المثال عبد الله، إذا أنا أخذت الجرعة الأولى من لقاحي خلاص أنا حين تحريت نفسي أنا في السيف سايد وأنا محمي وأتهاون في إجراءاتي الاحترازية وأصاب بكوفيد أثناء فترة انتظاري لحصولي على الجرعة الثانية. فهني أنا أقول إنزين أنا أخذت اللقاح ليش يعني كورونا؟ ياك كورونا لأن رقم واحد أنت تهاونت في إجراءاتك الاحترازية. صحيح. رقم اثنين، عشان أنت تحصل على المناعة اللي يوعدك فيها اللقاح لازم تأخذ جرعتك الثانية وتنتظر فترة أسبوعين وشوي أكثر عشان أنت توصل للمناعة المطلوبة. وبعدين بالفعل اللقاح يحميك من الإصابة بس مش 100%، في نسب تختلف، ولكن اللي هو 100% أن اللقاح سوف يحميك من مضاعفات هذا المرض، بيحميك أنك أنت إذا لا سمح الله أصبت بكوفيد ممكن أنت الأعراض تكون عليك جدا طفيفة، ما تحتاج أنك تدخل المستشفى من وراء، ما راح تتعرض للمضاعفات الخطيرة اللي ممكن أن تؤدي. صحيح. أيضا إلى الوفاة هذه. فاللقاح أثبت فعاليته 100% في وقايتنا من مضاعفات المرض، إلى جانب أنه يحمينا من الإصابة، ولكن عشان هو يحمينا احنا بعد لازم ناخذ الجرعتين، وبعد الجرعتين في مدة زمنية، وفي نفس الوقت ما نتهاون في إجراءاتنا الاحترازية. وسبب زيادة الحالات هذه اللي صارت هي التهاون في الإجراءات الاحترازية اللي كانت واضحة في الفترة الأخيرة. فليش الوفيات زادت؟ لأن عدد الحالات زادت، فهي نسبة. صحيح. وتناسب مع الوفيات نفسها، لكن ما زالت نسبة الوفيات مثل ما كانت قبل. يعني في الإمارات تعتبر نسبة الوفيات جدا قليلة، وهي السبب أن زادت لأن عدد الحالات زادت، عدد الحالات زادت لأن العديد تهاون في إجراءات الاحترازية. صحيح. فلهذا السبب يعني دائما هو صادف على وقت وجود اللقاح، يعني فالناس على طول ربطوا الموضوع بالثاني. اتمنى ام محمد ان شاء الله يعني ردينا على استفسارك الخاص بهذا الموضوع من قبل الدكتورة. انا اللي اقول لهم اسمح لي عبد الله ان كونوا على ثقه بان الدوله سوت هذه الاجراءات، الدوله جابت هاي اللقاحات، هاي فعاله وامنه. كونوا على ثقه شويه، كونوا على ثقه باللقاحات الموجوده، كونوا على ثقه بالاجراءات، التزموا باجراءاتكم، خذوا لقاحاتكم، وان شاء الله ان شاء الله يعني نتعافى في القريب العاجل إن شاء الله. شكرا دكتورة هند. ونرجع لموضوعنا اليوم دليل المخالطين، ومثل ما تعرفين دكتورة هند أن هيئة صحة دبي مؤخرا يعني أصدرت دليلا إرشاديا شاملا للمخالطين، يتضمن طبعا كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ونقل العدوى للآخرين. نتكلم دكتورة معاك عن دليل المخالطين وإجراءات الوقاية.
طبعا استاذ صلاح تحدث عن دليل المصابين صحيح. بكوفيد، يعني بما ان في مصابين بكوفيد بيكون في هناك مخالطين لهذا الشخص المصاب، فاحنا اصدرنا دليل المخالطين عشان شويه نوضح لي المخالطين شو نقصد انك انت مخالط، شو بتسوي اذا كنت مخالط وما الى غير ذلك. اول شيء عشان نعرف، انا دائما احب اني اعرف الشخص انا شو اقصد بانك انت مخالط. صحيح. انت مخالط يعني انت قضيت اكثر من ربع ساعة مع شخص تأكدت إصابته أنه إصابته مصاب بكوفيد، أنت قضيت معه أكثر من ربع ساعة وكنت جالس معه في مسافة ما أقل من ترين وما كنت ملتزم بالإجراءات الاحترازية هذه. فأنت إذا ظليت مع شخص ربع ساعة في مسافة أقل من مترين، هني أنت تعتبر مخالط. نعم. بعدين احنا نتحدث عن انزين انا حين اعتبرتوني مخالط، شو هي المدة الزمنية اني انا لازم ابدأ فيه؟ يعني انت حين مخالط انت لازم تحجر نفسك، وهني انا دائما احب اوضح الفرق ما بين العزل الصحي والحجر الصحي. العزل الصحي احنا نقصد فيه ان لما نعزل المريض، الحجر الصحي احنا نحجر الاشخاص السليمين مش مرضى، المخالطين. المخالط ليس بمريض ولكنه شخص سليم، فقط احنا نحجره فتره معينه من الزمن الين ما نتاكد انه لم يصب بالمرض. ليش هذا الاجراء؟ عشان احنا نقلل من نسبه نقله العدوى لاشخاص اخرين اذا كان هو ايجابي. فاحنا نطلب منه انه يظل مدة 10 أيام من تاريخ آخر لقاء له مع هذا الشخص المصاب، ظل 10 أيام في الحجر الصحي، ومن ثم أنت يعني تقدر تمارس حياتك الطبيعية إذا ما ظهرت عليك أعراض، إذا ما حسيت عليك أنك تعبت أو ظهرت عليك أعراض، هني أنت تقدر تمارس حياتك الطبيعية، بس طبعا يعني مع الإجراءات الاحترازية، لأن الحين خلاص هاي صارت الحياة الطبيعية يعني. صحيح. في الوقت الحالي الحياة الطبيعية هي الحياة زائد الإجراءات الاحترازية. نعم. دكتور، أيضا يعني من خلال حديثك، المشكلة والتحديات أن مرات في بعض الناس تعتقد إذا هو ما عنده أعراض وهو مخالط يبدأ ويمارس حياته الطبيعية، يطلع ممكن في البيت أو يعني يوصل في اليوم 8 والـ9 ويحس أنه ما عنده أعراض، فقبل يوم 10 مثلا يطلع من البيت ويبدأ يعني الخروج والذهاب إلى بعض الأماكن بدون الإجراءات، فشو تنصحين في هذا الجانب؟ للأسف يعني الكثير يتهاون يقول والله أنا ما فيني شيء، ما فيني أعراض، ليش تطلبون مني أقعد 10 أيام كاملة تبوني أقعد وأنا ما أحس أني أنا فيني أي شيء؟ ليش؟ صحيح. فكرة 10 أيام هي فترة حضانة المرض، إذا كان فيك المرض يمكن بتطلع فيك في خلال هاي 10 أيام، سواء عندك أعراض أو ما كنت مع أعراض أو بدون أعراض، أنت لازم تظل هاي 10 أيام. يمكن يعني لا سمح الله أنت مصاب بكوفيد لكن أنت إصابتك بدون أعراض، فلا سمح الله أنت خالط شخص كبير في السن. صحيح. أو خالط شخص عنده أمراض مزمنة، أنت تتخيل مدى تأثير هذا المرض على هذول الأشخاص، تأثيرهم جدا كبير. يمكن أنت في كامل صحتك وعافيتك وما عندك أي أعراض، لكن تأثير المرض عليهم هم بيكون شديد الوطأة، فالتزموا بالـ10 أيام. حتى في أشخاص عبد الله يسوون فحص PCR، نعم. طلعت سلبية خلاص، يعني أنا ليش أكمل 10 أيام؟ حتى لو طلعت فحص نتيجتك في اليوم 5 أو 6 أنت سويت الفحص، مع أن إحنا ما ننصح أنك أنت تسوي الفحص هذا إذا ما كانت عندك أعراض، إحنا فقط ننصح تسوي فحص PCR إذا ظهرت عليك أعراض. لكن صحيح. إذا أنت يعني كنت من النوع الحريص وتبي تعرف وسويت الفحص وطلعت سلبية، ما زال عليك أنك أنت تكمل 10 أيام ومن ثم ترجع للحياة العادية طبعا مع إجراءاتنا الاحترازية. دكتورة، في بعض الحالات أيضا أنه وكمل 10 أيام، بعد 10 أيام سوى الفحص وطلعت النتيجة بوزيتيف، هني تنتقل الحالة من مخالط إلى مصاب. الحين أنت فترة العزل دكتورة كيف تكون؟ الحين عادي يبدأ عزل كأنه من أول جديد، يبدأ يعزل نفسه 10 أيام، وبعدين مثل ما قال أستاذ صلاح إذا ما كانت عنده أي أعراض بعدين يأخذ شهادة إنهاء عزل. لكن مثل ما هو قال، إذا كانت عندك حمى، كانت عندك أعراض، في احتمالية شوية تزيد
عن العشرة أيام شوي زيادة حسب حالتك أنت. بس مثل ما قلنا مو معناته أنت يعني خلصت عشرة أيام وصبت أنا لا خلصت، لا العشرة أيام هذه كانت لأنك مخالط. صحيح. الحين نبدأ عشرة ثانية أنت كمريض يعني. مريض نعم. نعم دكتور. وشو بعد عبد الله يعني، وأنا بالنسبة لي وايد مهم إن إحنا أحدثهم. زين الحين أنت حجرت نفسك، أنا شو أقصد إنك تحجر نفسك؟ تحجر نفسك يعني أنت تكون لك غرفتك الخاصة مع حمامها الخاص، أدواتك الشخصية الخاصة ما تشاركها مع شخص آخر، أدوات أكلك تكون خاصة لك، الفوطة الـ حتى لما أنت يعني أنا يعني أنصح أن أنت تهتم في الغرفة المحيطة فيك، ما تسمح لأشخاص آخرين بالدخول لهذه الغرفة الخاصة فيك. إذا اضطريت أنك أنت تخرج للمنزل يعني من غرفتك مثلا، كنت محتاج حاية خارج لها، ترتدي كمامك، تحافظ على مسافة كافية، تاخذ غرفك وترجع لي الغرفة لمدة عشرة أيام. وايد مهم أن أنت تكون على دراية كافية بالأعراض اللي ممكن تظهر عليك. إنزين أنا إذا ظهرت علي أعراض كيف أتصرف؟ دائما بإمكانك دائما إذا كان عندك أي استفسار تتصل برقم اتصالنا الموحد، ودائما الأشخاص الموجودين هناك على أتمة الاستعداد في توفير الدعم اللي أنت تحتاجه، أو بيردون على كافة استفساراتك وتساؤلاتك. وإذا أنت يعني كنت يعني من النوع اللي تبي تعرف تفاصيل أكثر، في دليل المخالطين موجود في موقع الهيئة مكتوب بالتفصيل الممل كل الأشياء اللي أنت ممكن تحتاجها. ويعني إحنا حطينا نفسنا في مكانكم وقلنا شو الشخص يحتاج بالضبط يعرف من معلومات عشان ما يضطر أنه مثلا يكون عنده تساؤلات أنا شو أسوي شو فحطينا في الدليل كل المعلومات اللي ممكن هو يحتاجها كمخالط. صحيح. أيضا دكتورة عندنا استفسار عن يعني شخص يقول بأنه هو يعني مخالط في فترة الحجر، ولكنه يحتاج أنه يطلع لأمر ضروري فقط يعني بالسيارة ويرجع، فهل في خطورة في هذا الجانب ولا أنه يفضل أنه ما يطلع من الغرفة خلال العشرة أيام؟ أنا أفضل أنهم ما يطلعون يا عبد الله إلا نعم. كانت لحالات طارئة طبية يعني هي، لكن الأمور الثانية كل شيء قابل للتأجيل يعني. صحيح. يمكن أنت كنت في السيارة سبحان الله أنت ما تدري شو بيصير لك في الطريق، أنت ما تدري منو الشخص اللي أنت بتشوفه أثناء رحلة السيارة هذه. إذ الحالة الوحيدة اللي أنت يمكن مسموح لك هي الحالة الطارئة الطبية فقط، يعني إحنا نقول يعني أوكي مسموح لك أنك مثلا أو إذا تبي تسوي فحص البي سي آر تروح للمركز وترجع بعد. صحيح. وأيضا دكتورة يعني مثل ما ذكر أيضا الأستاذ صلاح في خلال الفقرة الثانية عن إذا يعني مثلا خلال فترة العزل الشخص أصاب ببعض الحالات المضاعفات يعني في أي وقت، ما هي الآلية كيف يلجأ يتصل لمن مثلا ويستفسر عن الحالة ويطمن أيضا يعني عن الحالة؟ شوف بالنسبة للمخالطين لأنهم أشخاص أصحاء ما فيهم شيء، إذا ظهرت عليهم أعراض طبعا هم دائما لازم يلجؤون لأقرب مركز صحي لهم، أو إذا يعني ظهرت عليهم أعراض فها معناته هم ما يمكن فيهم الكوفيد أو ما فيهم، هني هم يأخذون موعد لحصول الموعد للحصول على فحص البي سي آر عشان يتأكدون إن هم هذه الأعراض مش كوفيد، هذه أعراض أشياء ثانية. فإحنا ننصحهم أن إذا ظهرت عليك أعراض أثناء فترة مخالطتك تقدر تسوي فحص البي سي آر وتنتظر النتيجة وتشوف. نعم. وطبعا دائما في رقم الاتصال الموحد 800-342 دائما يعني إذا هم حسوا أن هم تعبوا أعراضهم فجأة طلعت عليهم أعراض شديدة دائما بإمكانهم يتواصلون للرقم هذا، وهم دائما على أهبة الاستعداد للتدخل في أي وقت. صحيح. بعد يعني مثل ما في هناك عزل صحي في المنزل وعزل مؤسسي، أيضا هناك في حجر صحي وحجر مؤسسي. في الحجر المنزلي مثل ما قلنا إذا استوفيت شروط وجودك في المنزل معناته أنت بإمكانك تظل في الحجر المنزلي. الحجر المؤسسي فقط هي منشأة مخصصينها إحنا للحجر، هي موجودة فقط للمخالطين اللي ما تتوفر لديهم شروط الحجر المنزلي في مقر سكنهم،
وتتوفر في كافة سبل المتابعة والإشراف على النزلاء فيها. صحيح. خلال فترة حجرهم. لكن هي تكون يعني الشخص هو يتحمل تكاليف الإقامة في هذه المنشأة إلا في بعض الحالات الاستثنائية اللي ذكرها الأستاذ صلاح، أيضا هي يمشي معانا في الحجر أيضا. وعشان أرجع أذكر شو هي شروط ومتطلبات الحجر المنزلي، لازم تكون لك غرفتك الخاصة مع حمامها الخاص، حالتك الصحية تكون مستقرة، عندك وسائل اتصال فعالة، يعني أنت يعني إذا صارت لك حالة طارئة تقدر تتواصل على طول، يعني متوفر عندك وسيلة الاتصال هذه، عندك مستلزمات إسعافاتك الأولية، وجدا مهم أن يكون عندك جهاز قياس الحرارة عشان تشيك على نفسك بين فترة والثانية، تشوف هل ارتفعت درجة حرارتك أو ظهرت عليك أي أعراض. وطبعا جدا مهم أنك أنت تعرف إجراءات الحجر المتعلقة باهتمامك بنفسك وأيضا اهتمامك في الغرفة اللي أنت ساكن فيها. صحيح دكتور. أيضا لو نتطرق إلى الجانب النفسي خلال فترة الحجر المنزلي، وجود الشخص في الغرفة بإمكان، يعني وأنت ذكرتي دكتورة في يعني في حلقات ثانية كيف الإنسان يقدر يستغل الوجود في الغرفة بحيث أنه ما يوصل لمراحل نفسية صعبة، يعني ممكن هاي المرحلة النفسية أيضا تتطور إلى مراحل ثانية. طبعا وايد مهم الصحة النفسية هذه عشان أنت تحافظ على، لأن احنا نعرف أن التوتر يقلل المناعة عندك، وقلت المناعة في احتمال أن تصاب بأمراض يعني. فلذلك حط لك جدول روتين معين في الغرفة هذه، حاول يعني أنك تتحرك في هذه الغرفة، حاول مثلا أنك تتعلم هواية جديدة، تقرأ كتاب، تشوف مثلا مسلسلك المفضل. بس أنا يعني ما أنصح لك يعني إن طول الوقت يكون مسلسلات، بيزيد وزنهم بعد دكتورة. يعني الأكل يكون صحي طبعا، يعني عبد الله الأكل لازم يكون صحي. حاول تتعلم لغة جديدة، هواية جديدة، شيء أنت كنت مأجلنا لفترات طويلة نتيجة لانشغالك بالحياة. صحيح. الحين أنت موجود 10 أيام مع نفسك، فأنت هاي فرصة يعني أنك أنت تنجز ما كنت تقوم بتأجيله لأشهر عديدة يعني. فهذه فرصة بعد، اعتبرها فرصة أنك تقعد مع نفسك وتراجع الأمور اللي أنت كنت تأجلها لفترات طويلة. صحيح دكتورة. أتوقع نحن يعني قريبنا بننتهي أو بينتهي فقرتنا لهذا اليوم. أكيد حول هذا الموضوع دكتورة هناك الكثير من المعلومات والأمور التثقيفية. في آخر دقيقة دكتورة لو تعطينا نصيحة عن الإجراءات الخاصة أو الوقائية بالنسبة للمخالطين. طبعا جدا مهم عندي انكم تلتزمون بال10 أيام، سواء عندكم اعراض ما عندكم اعراض، سويتوا فحص البي سي ار ما سويتوا، ال10 أيام تلتزمون فيها. والأشخاص العاديين أيضا لا تنسون إجراءاتكم الاحترازية، المثلث الذهبي أنا ما ذكرت اليوم عبد الله، لازم أختم الحلقة فيها. ما أقدر صار الحين مثلث الماسي هذا صار الماسي والله زين صار الأبغريد. الكمامات نرتديها طوال الوقت، نحافظ على نظافة إيدينا طوال الوقت، ونحافظ على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين لا تقل عن 2 متر إذا التزمنا بهالثلاثة. صح. وأخذنا اللقاح إن شاء الله إحنا بنتغلب على هاي الجائحة في أقرب وقت قريبا إن شاء الله. دكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، شاكرين لك الحقيقة وسعداء جدا يعني وجودك معنا، ويعطيك ألف عافية على جهودكم الكبيرة حول موضوع يعني التثقيف أفراد المجتمع عن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بكوفيد-19. شكرا يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك دكتورة. وصلنا مستمعينا الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. نشكر فريق العمل المبدع معنا اليوم، فريق الإعداد هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وشكرا لوجودك معنا اليوم مرة ثانية دكتورة هند العوضي، وتقبلوا تحياتينا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بالصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.